السودان جاها فيضان أثر على أكثر من 500,000 شخص. في مدينة الخرطوم فقط أكثر من 100,000 شخص يحتاج تأمين مأوى بديل. هذا الحدث الكبير الجلل نوعا ما يعتبر حصل تفاعل كبير زي ما لبنان حصلت تفاعل لما أصابها أزمة برضو إنسانية. الانترنت ما كان مرة مبسوط من كيف كسار في تفاعل أو تعاطف ضئيل جدا مقارنة بالتعاطف والتفاعل اللي صار مع لبنان. مع لبنان كان في قلبي إلى بيروت وتوليع شموع وتعاطف كبير عالمي ومحلي، لكن مع السودان ما كان في هذا القدر الكبير من التعاطف، وهذا يفتح موضوع حساس نوعا ما. هل في عنصرية تعاطفية؟ طبيعة الحال صار في ردة فعل على ردة الفعل، يقول لا 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 ما في عنصرية، بالعكس قلبي إلى السودان قلبي إلى الخرطوم، وبدأ يصير في تعاطف أو تفاعل كردة فعل لعدم وجود ردة فعل. يعني صار في تفاعل من الناس على السوشيال ميديا يقولوا عشان ما صار في تفاعل حنسوي تفاعل، مفهومة؟ في هذا الأسبوع حقول لك ليش ردة الفعل على ردة الفعل غير صحيحة. هذا الأسبوع في 3 دقائق حتكون 3 دقائق سوداوية نكدية حزينة جدا، بس ليش فعلا في انتقائية في ردة الفعل، فعلا في أرواح ثمنها أغلى عند الإعلام من أرواح أخرى. أبدأ. عمر حسين الانشتاحي، الجزمة الحمرة سر نجاحي، في 3 دقائق أسبوعيا نم ملوخية شي خرافي. 3 أسباب على الأقل إنه يكون في تعاطف مع السودان أقل مما كان مع لبنان وبيروت. خلينا نتفق على التعاطف. التعاطف هو سلوك أو إحساس بشري إنساني غريزة، وبشكل عام ما حيمدينا نتعاطف مع 6 مليار نسمة، صح ولا لا؟ يعني غريزياً نحن انتقائيين في التعاطف شئنا أم أبينا. لو قلت لك اليوم ولد خالتك مات، هتحزن، سوف تبكي، سوف تتعاطف مع أهله، سوف تتعاطف مع الفكرة، حيصيبك شيء داخلياً إحساس غير لطيف أبداً. في نفس الوقت لو قلت لك في 250 شخص ماتوا في مدينة الفاتيكان في أوروبا، هيعتبر خبر، يمكن تحزن بس مو ذاك الشيء، لأنك إنسان شرير حقودي حسودي كاره للبشرية، لا إطلاقا، لأني قلت لك رقم في 250 شخص ما عندهم وجوه، ما عندهم أسماء، ما بينك وبينهم علاقة، كمان في منطقة بعيدة عنك في العالم، فحتى ثقافيا الناس مختلفين، لا يوجد بينك وبينهم أي دوائر اجتماعية، يعني مو صاحب صاحبك، يمكن صاحب 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 صاحبك يعرف أحد هناك، فما حيكون عندك هذه ردة الفعل. يمكن حيكون عندك ردة فعل إذا كنت إنسان جدا جياش عاطفيا، حتقول أوه والله حرام في 250 نفر ماتوا، بس ما في صورة مرسومة في وجهك، ما في شخص أو أي ارتباط مع هؤلاء الناس. إذا نقدر نستنتج إنه التعاطف يتغير بمتغيرات مختلفة، معرفتك بالجهة الأخرى الشخص أو المجموعة، كمان إيش صورتك عنه، هل شخص تحبه محبوب مرتبط فيك غير مرتبط فيك إلى آخر. نخش في الكلام اللي يزعل. الآن حأسرد بعض المعلومات يزعل، ما هو رأيي الشخصي بس أبغى أذكر معلومات كده عشوائية. من عام 1997 إلى عام 2017 فرضت الولايات المتحدة على السودان عقوبات اقتصادية وعقوبات مختلفة. بشكل عام صار في الأخبار على الولايات المتحدة وبشكل عام باقي العالم إنه أوه السودان عقوبات. The United States has imposed sweeping new economic sanctions against the government of Sudan. السودان كان فيها زي حرب، ما نعرف تفاصيله، بس تخيل الشخص العادي الطبيعي البعيد يعرف انه كان في حرب، حرب مأساوية بين الشمال والجنوب. الرئيس أوباما رئيس الولايات المتحدة ذلك الوقت جاء قال لي بيعطي خطاب، فلما خاطب المجتمع السوداني لاحظ كيف بدأ الخطاب، بدأ بأنه عندكم معاناة، تعريفوا أهلا كيف حالكم، أنتوا في مأزق إنساني، أنتوا عندكم معاناة. Today I want to speak directly to you, the people of Sudan and South Sudan. In your lives you've endured extraordinary hardship. You carry in your hearts the memory of family and friends you've lost. لما مشاهير هوليوود حبوا يسووا حملة للسودان كانت حملة عن العنف اللي بيصير في السودان وإراقة الدماء وهناك أزمة إنسانية. US celebrities including Rihanna, Nick Jonas and Bella Hadid are using their social media platforms to raise awareness. الإنسان الطبيعي اللي ما هو يعني ما بيقرأ بالتفصيل وما بيتحدى المعلومات
يمديك ترجع لفيديو اسمه الخرش المقنن يشرح لك كيف انه الناس خلاص ياخذوا زي ما يجيهم الاخبار. صار عنده صورة عن السودان صح؟ عنده هذه في دولة اسمها السودان ممنوع احنا نروح لها، ما اعرف ليش شكلهم سووا شيء مو كويس، وفيها حرب، فيها مشكلة انسانية وقتل ومقتول. هل هذه المعلومة صحيحة؟ احتمال 99% معلومة غير صحيحة على الاطلاق، بس هذه الصورة النمطية، هذه الصورة الذهنية. تعال نروح للبنان. لبنان دولة فيها أزمات سياسية مختلفة متنوعة على مر العصور، صار فيها حرب أهلية شنيعة جدا، عندهم أزمة اقتصادية، عندهم مشاكل متنوعة جدا جدا. لكن 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 بيتبول مغني عالمي غنى أغنية على النساء حول العالم، كيف إنه كلهم حلوين. الدولة العربية الوحيدة اللي ذكرها لبنان. In Lebanon, yeah, the women are bomb. And in Greece, you guessed it, the women are sweet. Been all around the world, but I ain't gonna lie. There's nothing like my name is Heath. كوميديان كندي هندي راسل بيترز لما جاء ينكت على لبنان قال إنه عندهم أرهب حفلات في العالم. Beirut parties like you've never seen before. Like they literally party like there's no tomorrow. فكر في الإنسان العربي الطبيعي لما تقول لبنان يرتبط معاه سياحة، تمشية، بسطة، أكل، حفلات، عمليات تجميل. وهنا شيء مثير للاهتمام، لبنان عندها قوة ناعمة بس ما عندها قوة ناعمة، يعني ما عندها قوة مالية ولا قوة عسكرية ولا يروحوا يسووا يعني تأثير سياسي كبير حسب علمي، لكن عندها قوة ناعمة بأنها منطقة معروفة عالمياً وإقليمياً بالسياحة، والسياحة نوع من أنواع القوة الناعمة لأنها تعرف الناس على ثقافتك، أوه بلد الناس ينبسطوا فيه، في هذا الرابط بين المجتمع أو هذا البلد وبين الصورة النمطية اللي عند الناس، لأنه هنا مكان بسطة وحفلات وسعادة وفنون. ناروهوتو. مع العلم إنه هذه برضو معلومة غير صحيحة، لبنان ما هي عبارة عن حفلة دي جي كبيرة، فيها أنواع كثيرة ومتنوعة من الناس والثقافات والعلوم وإلى آخره، نحن نتكلم على صورة نمطية مرسومة عند الناس. الآن صار عندك بلدين، بلد انطباع عام إنه بلد حفلات وفلة وبسطة، بعدين فجأة صار فيه انفجار ناس ماتوا فيه، وبلد آخر في حرب مستمرة وأزمات إنسانية، وبعدين جاهم فيضان وناس ماتوا فيه. مين فيهم الأغرب والأقرب للتعاطف؟ هذه واحدة. رقم اثنين، الحدث اللي صار في لبنان كان حدث غامض، في انفجار صار في أكثر من جهة، وبيصير في تبادل اتهامات، الجهات الداخلية يتبادل اتهامات بيناتهم، الجهات الخارجية اللي مصلحتها إنها جهات داخلية مختلفة، يعني كل جهة حسب مصلحتها تبي تتهم جهة أخرى في الداخل، فلاحظ في كمية شربكة ودراما، مما يعني كل جهة حتنزل محتوى وتصنع فيديوهات وتبادل اتهامات في قنوات إخبارية مختلفة، فصارت قضية متحركة وقضية رأي عام. في السودان صار فيضان طبيعي، ما في أحد تلومه لأنه فيضان طبيعي غير مسبوق، حتى ما يمديك تقول أوه الحكومة السابقة كانت فاسدة، لا، لأنه شيء غير مسبوق. للأسف قنوات الأخبار هي تعتبر قنوات ترفيهية، فلما شيء يكون طبيعي عادي ما في ترفيه، ما في أكشن، ما في إثارة، قديش حيغطي؟ العالم اليوم يتمحور حوالين المشاهدات. أنت نفسك كصانع محتوى، أنت كمؤثر، إذا ما في أكشن ودراما قديش حيجيك تفاعل؟ هذه اثنين. خلينا ناخذ مثال قديم عمره 20 سنة، في طفل صغير اسمه إليان غونزاليس يبي يهاجر مع أمه من كيوبا إلى الولايات المتحدة، أعتقد بطريقة غير قانونية، وهم في الطريق القارب غرق، كل أحد في القارب مات إلا إليان غونزاليس. بعد ما أنقذوا إليان غونزاليس حطوه مع قرايبه في أمريكا، جاء الأبو من كيوبا قال رجعوا ولدي، هذا ولدي، أمه أخذته مني من غير معرفتي، رجعوه. صار عندك مشكلة، هل الولد يرجع لأبوه في كيوبا ولا يقعد مع أهله في أمريكا أهل أمه؟ هذه مشكلة أشغلت العالم، أشغلت الرأي العام، هذه تصدرت الصحف. صار فيه مشاكل، ما قدروا يوصلوا لاتفاق، نزلت كتيبة حكومية من الولايات المتحدة هاجمت على البيت، خطفت الطفل من أهله ودته لطيارة كانت منتظرة، يعني على طول اختطاف، طلعوه، راحوا لقوا طيارة بتنتظره، ركبوا الطيارة، سافر، راح لمكان آخر عشان يقابل أبوه، بعدين من أبوه رجعوه ثاني مرة إلى كيوبا. الآن نسأل نفسنا سؤال مهم، هو ده؟ هل هذا الولد الوحيد في الولايات المتحدة اللي عليه مشكلة يقعد مع أهل أبوه ولا أهل أمه؟ الجواب هو لا، لكن هذا الولد
من كيوبا. كيوبا دولة عدوة أمريكا. كان لازم يصير أكشن، كان لازم يصير هذا الاهتمام. ما هي مسألة عنصرية إنه اختاروا طفل يهتموا به وطنشوا الأطفال الثانيين. هنا يوجد مصلحة كبيرة للأكشن. بيل كلينتون اللي كان رئيس أمريكا وقتها كان يهمه إنه يسوي أكشن، ما نعرف ليش، ما يهمنا ليش، بس كان يهمه إنه يفرد عضلاته ويوري كيوبا إنه هو نرجع لمثالنا هنا السودان. حدث طبيعي، صار فيضان طبيعي، مؤسف، مؤلم، بس ما في أكشن، ما في أي إثارة، ما في حتى أي فرد عضلات بين أي جهة ضد جهة، فما يأخذ هذا الاهتمام والزخم الإعلامي. السبب الثالث وهو أصعب سبب ينقال لأنه مزعج لما تسمعه، بس في أحد لازم يقوله. الناس تطفش، الناس إذا شافت قضية حتتعاطف معها. نتكلم على مجتمع كامل، مجتمعات كاملة، العالم، الإنترنت، اللي تبغى تسميه، حيتعاطفوا لما شيء جديد يصدمهم أو يبسطهم أو يحمسهم، اللي هو حيتعاطفوا معاه، يتفاعلوا معاه، بعدين يعيد نفسه، بعدين يعيد نفسه، وكثر المساس يميت الإحساس. بعد فترة تتعود على ذا المنظر السيء، تتعود على الخبر الحزين من منطقة معينة أو من بلد معين، فخلاص ما تبغى تسمعه. يعني أبغى أغير، أبغى جيب لي شيء جديد، جيب لي أكشن جديد. مؤلم، كلام مزعج، بس هو حقيقة. لو رسمت لي هذه الصورة الحزينة عن بلد معين حتعاطف، حأدعم، بعدين حبدأ أتعود، بعدين خلاص مو مرة حتحمس. شكرا عمر أيها السوداوي، أيها الرجل النكدي، عندك حلول؟ لا، للأسف الجواب لا، ما في حلول تخطر في بالي. قلت لكم هذه 3 دقائق حتكون سوداوية نكدية. انتهى. أصدقائي وحوش الملوخية، بناء على تعليقاتكم في اليوتيوب وبناء على تعليقاتكم في الباتريون، سوينا قناة ثانية للبودكاست. البث المباشر حيكون هنا، حيستمر كل 2 موعدنا إن شاء الله بث مباشر، بس حيكون في قناة مستقلة تنزل فيها فيديوهات البودكاست، يمديكم تتابعوها هناك، ويمديكم كمان تشوفوا المقاطع المجزأة لو في مقطع معين عجبكم تبوا تسمعوه لحاله. شكرا لكم وعلى تفاعلكم. لا تنسوا تشتركوا في هذه القناة وتشتركوا في هذه القناة.